باب باب يريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، إذن هذا هو حديث الباب بطرقه التي ذكرها الإمام البخاري، وهذه الطرق الأخيرة مكررة لمتن الحديث أو الحديثين السابقين، فلا نعيد على منهجنا. الفوائد التي استنبطها أهل العلم: أولا، قال ابن بطال قال المهلب فيه الرفق بالجاهل، فيه الرفق بالجاهل. كيف استنبط المهلب هذه الفائدة؟ كيف استنبط المهلب هذه الفائدة؟ تفضل. لحال العربي أنه جاهل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم عندما زجروا قال دعوه لا تفهمون. نعم، إذن أولا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم تناولهم إياه، وإبقائه صلى الله عليه وسلم له أن يتم بوله. فإذا يا عبد الله لابد لك أن تتذكر دائما أنه ليس التعامل مع من أخطأ معك جاهلا كمن أخطأ معك عامدا متعمدا، فهنا الجهل يرفع التأثيم ويرفع اللوم. لذا كان هناك قاعدة في الشرع هي العذر بالجهل، العذر بالجهل. ولكن قد يعذر الإنسان بالجهل من جهة، ولكنه لا يعذر من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى التي يمكن أن لا يعذر بها هذا الجاهل؟ وهي عدم طلب العلم. فإن وقعت في خطأ وأنت تطلب العلم فقد عفى عنك الشرع، أما أن تقع في خطأ وأنت لا تطلب العلم فأنت مؤاخذ على عدم طلب العلم. لذا فطلب العلم إلى الممات. ليس الواجب على المسلمين أن يكونوا جميعهم علماء، ولكن الواجب عليهم أن يبقوا دائما يطلبوا العلم. فهنيئا لمن وفق وسبق أقرانه وبز رفقاءه ثم أصبح عالما يعلم الناس ويدرسهم. نعم، إذا